رب اخلص الاكل قبل ما حماتي تيجي، ده لو عرفت ان العزومه لسه ما خلصتش هتبهدلني وتطين عيشتي. يا رب يا رب الحق كده. فاضل ايه؟ فاضل احمر دول واحمر دول، فاضل الرز. يا نهار اسود، شكل الرز عجن. يا لهوي، ده ما مستواش ولا عجن ولا ايه؟ اه عجن باين. يا لهوي، مش عارفه الحق اخلص ولا لا، مش عارفه اعمل ايه. يا ست هاني، ايه يا حماتي؟ ما خلصتش ولا ايه؟ والله عملت على اخري يا حماتي. وتعالى ازاي يا اخي جت ايه؟ لسه في الرز على النار وفاضل ده هيحمر. كنت بتعملي ايه؟ كنت كل بعمل كل ده يا حماتي. كل ده انت عملت حاجه لسه؟ طب ما اشوف الرز كمان. ممكن ما يتقلش. استني بس عشان انا هشوفه. استني بس يا حماتي هقول لك. انا عارفه انت مايله. الرز عجن مني يا حماتي. ويعجن ليه يا اختي؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا انت كنت بتاكلي ده كنت بتقلك. طب هقول لك على حاجه، انا هنشيله ونعمل لك رز تاني نضيفه. ليه يعني؟ طب اقول لهم ان انا ما عرفتش اخلص. هتكسفيني قدام الناس؟ النور قطع. طب اعمل ايه؟ انت عارفه كل يوم النور بيقطع، عملت حسابك ليه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ قاعده لي مفايقه كده اهوت وقاعده ولا اكلك على دماغك. ده انا بعمل الاكل ده من امبارح يا حماتي والله. ما لو انت شاطره ما كنتش جاي يوم واحد عملتيه. انت مش شايفه ايدي محروقه وبايظه ازاي يا حماتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه اجيب لك شغاله؟ طب اقول لك على حاجه، كلميهم يستنوا بس شويه عليا قبل ما اعمل رز تاني غير العجن ده. لا مش هكلمهم. طب انا مش هلحق، النور قاطع. انت تكسفيني بس قدام الناس. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ طب بس سيبيني يا حماتي انا هخلص كل حاجه. وانا هعرف ما تكسفينيش قدام الناس. ماشي حاضر حاضر. اما اشوف. اعمل ايه بقى في حماتي المفتريه دي؟ مش سايباني في حالي وانا مش لاحقه اخلص حاجه والنور قاطع وايديا اتعملت. اعمل ايه؟ انا بقى لازم اخبي بقى منها الاكل ده كله، والضيوف لما يجي اقول لها الاكل القطه كلتهم. بس هو ده المفروض يحصل معايا، واقول لها القطه كلتهم ومش لاقيه، وهشيل اللحمه واشيل الحمام بقى اللي انا محمره ده اهوت، واقول لهم بقى ايه القطه كلتهم ودخلت من ورانا وكلتهم. هي تستاهل، ما حماتي مفتريه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ في حاجه؟